طارق انت عمرك ما لعبت فريق اول؟ لا اتمرنت مع مستر كارتيرون واتمرنت مع مستر فريرا برضه. والله مع فريرة اتمرنت معاهم قد ايه؟ اتمرنت مع فريرا تمرينتين ثلاثة تقريبا، ومع مستر كارتيرون في كأس الرابطة، كأس الرابطة كلها بس ما شاركناش. ما شاركناش. وانطباعك عن ايه مستر فريرة؟ لا هو، ولا لسه ما تقدرش؟ لا مدرب كبير طبعا. هو اصلا انت ممكن يعني ما تاخدش بالك ان هو مش واخد باله من التمرين، وهو مش باصص على التمرين اصلا، هو واخد باله من كل حاجه في التمرين، كل حاجه صغيره بتحصل في التمرين. صحيح صحيح، هو دي شخصيته. حاجه يعني حاجه ما محترمه بيفوتش، جدا، ما بيعديش. فوتش اي حاجه. حاسس ان انت ممكن يبقى لك فرصه الفتره الجايه، خصوصا بعد بقى رحيل طارق حامد وكده، ولا ان شاء الله ان شاء الله باذن الله تشتغل على الفرصه دي؟ اشتغل على الفرصه دي ان شاء الله، ولو خدتها ان شاء الله انا ادي الفرصه دي باذن الله. يعني يعني نفسك بس تجي لك و نفسي فرصه بس تيجي، وان شاء الله هتدا ودود. انا قد الفرصه، وبوع جماهير الزمالك ان شاء الله ان هيشوفوا حاجه كبيره ان شاء الله. ان شاء الله. انت النهارده شفنا محمد خضري لعب لعيب مواليد كبير. 2002، يعني تقريبا في سنكم، يعتبروا سنكم يعني. انا اصغر منكم بسنه يعني. اكبر مننا بسنه. اكبر منكم بسنه، سوري يعني. اكبر مننا بسنه. هو ده اول مره يلعب خضري اعتقد. خضري فريق لعيب الامل كويس. كان فريق الامل، كلنا كنا فريق الامل يعني، طالع من فريق الامل. بس انتوا مشكلتكم ان انتوا بعدتوا شويه الفتره دي عشان المنتخب. يعني انت، انا متاكد لو انتوا الاربعه كنتوا موجودين مع مستر فيريرا وبتمرنوا بقالكم فتره هيلاعبكم. تمام. يعني في لعيبه منكم هتلعب. اهو خضري اهو بينزل اهو. لا خضري لعيب كويس جدا.